هي الأسماء الحاضرة في تشكيلة الفريق الأفريقي من خلال هذا اللقاء ومن خلال مباراة اليوم أيضا، وبقيادة مدربه سامي رياحي، أو عفوا قيادة مدربه قيس اليعقوبي. سامي هو رئيس الفريق بقيادة رئيسه ومالكه سامي رياحي، وبقيادة المدرب الوطني قيس اليعقوبي الذي يقدم حضورا جيدا من خلال هذا الموسم أيضا مع النادي الأفريقي. كرة في محاولة رأسية، يلعب كرة في الجهة اليسرى، لكن ايضا تغطية حاضرة، تخلصت الكرة، عادت المحاولة خطيرة جدا ملعوبة، لا زالت مستمرة التعديل. ياتي الرد، ياتي الرد هنا في اللقطة الماضية والتسجيل لمصلحة الافريقي، وياتي التعديل. ابراهيم شنيحي، شنيحي يسجل، يضع الكرة في الشباك، وبالاقدام الجزائرية ياتي التعديل. هذه الكرة فيها مطالبة في مرة أولى، بعد ذلك العرضية وصلت إلى ابراهيم شنيحي، شنيحي 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 يسجل، يضع الكرة في الشباك ويعلن عن التعديل الآن بهدف لهدف بعد مرور 20 دقيقة. صابر مر، خليفة تقدم، مرر، وصلت إلى شنيحي، وإبراهيم يضع الكرة في الشباك ويعلن عن التعادل الآن بهدف لهدف وسط ربما غفلة، وسط غفلة. وفي المحاولة القادمة بكرة ملعوبة تصطدم في الحائط، تصطدم في الحائط البشري، تعود المحاولة مرتدة إلى صابر خليفة، صابر يبحث عن مساندة من خلال المحاولة القادمة للأفريقي، يلعب كرة أمامية طويلة اللقطة الماضية، لكن تدخل خاطئ، تدخل خاطئ من جديد، من جديد، بن الشريفية، بن الشريفية في اللقطة الماضية وفي المحاولة الماضية يتدخل، والكرة بعد ذلك يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. أسامة حدادي يلعب الكرة والمحاولة الماضية، لكن الكرة بعد ذلك 20 مباراة تقريبا ظهر التعادل في مواجهة وحيدة فقط ما بين الفريقين في المباراة التي انتهت في عام 2014 بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين، انتهت بهدفين لهدفين، ذلك كان التعادل الوحيد في آخر تقريبا 20 مواجهة جمعت ما بين الفريقين، لكن آخر تعادل إيجابي بهدف لهدف كرة كانت فيها محاولة خطيرة، لكن معز بن الشريفية تدخل في كرة الماضي، عادت المحاولة من جديد، واختار بن خيثر يلعب كرة عرضية في منطقة الجزاء، الإبعاد يأتي والكرة بعد ذلك تخلصت ووصلت إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة شوف الكرة الماضية، مرور تقدم صابر، سلامات في الكرة وفي اللقطة الماضية كانت تدخل، لكن هذه كيف ضاعت، كيف ضاعت، اوه يا صابر، اوه يا صابر، كان بالامكان، ركنية لمصلحة الترجي، ملعوبة المحاولة في منطقة الجزاء، راسية خطيرة جدا، خروج خاطئ، غياب للتغطية، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى، هذه المحاولة الراسية الماضية عن طريق اللاعب شمس الدين ذوادي والكرة إلى خارج أرضية الميدان تصل، محاولة بوجود خطأ، الكرة ممكن أن تكون في الشباك، أمر طبيعي جدا، وممكن أيضا أن يتصدى فاروق، كرة ملعوبة خطيرة، هشام
هشام بعيدا عن كل العواطف كاد أن يضرب رفاقه السابقين، أصدقاء الأمس منافسو اليوم. أوهو يا هشام، من أمام الكل، من فوق الكل، ومن أعلى نقطة يرمى ملعوبة في منتصف ملعب الترجي. البحث عن التقدم أمامية الكرة الماضية، محاولة الوصول إلى الخنيسي، عادت الكرة، لمسة خطيرة. أوهو. أي تقلبات، أي متغيرات، أي لا توقع في هذا الديربي. كرة ملعوبة بين مصطفى فاروق، يبقي على الأمال، يحافظ على الشباك. سويح امتداد لمجموعة من المدربين التونسيين الذين دربوا الترج، نتحدث عنهم بعد هذه المحاولة. كرة فيها محاولة خطيرة، تسديدة قوية تأتي، لكن كرة اللاعب إيهاب لمباركي إلى خارج أرضية ملعب، إلى خارج أرضية ملعب الكرة الماضية والمحاولة الماضية إلى ركلة مرمى عند فاروق بن مصطفى. هذه كرة إيهاب لمباركي سدد، لكن كرة إلى خارج أرضية ملعب. عمار سويح جاء بعد خالد بن يحيى مثلا اللي كان في فترة من الفترات. شيء جميل جدا حقيقة، يدخل إلى مصارعة ومقارعة الكبار على مستوى كرة القدم التونسية. كرة فيها محاولة ملعوبة عرضية خطيرة جدا في منطقة الجزاء، سقوط في أرضية الملعب، حكم يشير بالاستمرارية في اللقطة. الأفريقي في أرضية الملعب، شوف الكرة والمحاولة الماضية خطيرة جدا لمصلحة الترجي. هنا المطالبة بركلة الجزاء، هنا المطالبة بركلة الجزاء في الكرة الماضية، لكن بعد ذلك التدخل يأتي. كرة تصل في منتصف ملعب المباراة الآن، البحث عن التمرير. المباراة في شوطها الثاني تأخذ طابع الديربيات. كرة فيها محاولة خطيرة، فرصة للثاني، تسديدة قوية جدا لها بن مصطفى. بن مصطفى يتصدى للكرة الماضية ولمحاولة الترجي. أفضلية للترجي نعم، لكن الوضعية كما ذكرت في شوط المباراة الثاني تأخذ طابع مباريات الديربي، بعد ما تخلت عن هذا الطابع على مستوى منافسات يعني أو شوط المباراة الأول. شوف الكرة، شوف المحاولة الماضية والمحاولة بعد ذلك بتسديدة قوية جدا. حاضرا على مستوى الدور 32 مودة أمام مولودية بجاية النادي. إنما في الجانب المقابل عندنا بطل أفريقيا مرتين 94 و2011. كرة فيها محاولة خطيرة جدا مرة أخرى، فاروق بن مصطفى يتدخل، يبعد الكرة، يواصل التألق، يمنع الترجي حسما منيعا. فاروق بن مصطفى إلى الآن في شوط المباراة الثاني شايل في عبء المباراة. بن مصطفى كرة فيها محاولة عرضية ملعوبة طالت، ابعد. الرجل الذي يحمل عبء المباراة في شوطها الثاني واقفا أمام لاعبي النادي الأفريقي أو أمام لاعبي نادي الترجي، ويصل إلى الآن إلى أن يكون نجما للأفريقي، يستمر في التعادل الإيجابي بهدف لهدف. هذه واحدة من المحاولات التي تصدى لها بن مصطفى حاضرا في اللقطة الماضية. لا زالت المحاولات مستمرة ولا زالت أفضلية الترجي قائمة في أرضية الميدان من خلال شوط المباراة الثاني. كرة فيها محاولة خطيرة رأسية، أوه. شايل الأفريقي على اكتافه من خلال احداث الشوط الثاني، يتصدى هذه الكره، هذه المحاوله، هذه الراسيه الماضيه. وبن مصطفى مره اخرى، بن مصطفى مره اخرى يبعد الكره الى خارج ارضيه الملعب. الله على الصوت المدرج. كره فيها محاوله ملعوبه، بن مصطفى مره اخرى، كره فيها محاوله مرتده سريعه لمصلحه الافريقي الان، سريعه للافريقي، ملعوبه اماميه خطيره، خطيره جدا. اوهو، مميز جدا، يتدخل في الكره والمحاوله الماضيه ويبعد المحاوله من امام ابراهيم شنيح. الى الان نعم، والى نهايه المباراه، لان صافره النهايه تنطلق الان مشاهدينا متابعينا في كل مكان باعلان التعادل في هذا الديربي العربي الكبير بين الأفريقي والترجي في منافسات الجولة السادسة
للمجموعة الثانية في الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم عبر قنوات الكاس. خليل بلوشي كان معكم في الوصف والتعليق، على أمل الالتقاء بكم في مباريات أخرى. تقبلوا تحياتي، دمتم في حفظ الله ورعايته. بالصوت والصورة أعود إلى استوديوهاتنا في الدوحة مع الزميل هيكل الشعري والكباتن طارق دياب، عادل السليمي، ربيع العفوي. هيكل تفضل، إليك الكلمة. استمر التعادل مرضيا للأفريقي، غير ذلك بالنسبة للترجي. إليك الكلمة هيكل، تفضل.